نفسك كل عمل صالح. يعني الآن لو نأخذها من اليوم الأول، مثل أخذنا العام الهجري من بدايته من محرم، من أول يوم من محرم، خلينا نقول إنه ما بدأ بالأحد، بدأ بالأثنين، كان يوم صيام وبدأت صمت هذا اليوم وصليت الفجر وصليت. قد أكون أنا ما أصلي الفجر مع الجماعة، قد أكون ما أصلي العشاء مع جماعة، أو قد ما أصلي مع جماعة دائما، لكن الآن بدت سنة جديدة فهي عتبة من عتبات حياتك. صحيح. أبدأ بهذا العام، وأني ذمن جاك موسم، هي مواسم حياتنا كلها، كل السنة مواسم. أي والله. فإذا ما استطعت من محرم السنة هذه لأني أحس من نفسي ولأني أقدم ولأني أبدأ بالصلاة مع الجماعة وأبدأ بالصلاة بانتظام وأبدأ بالرواتب القبلية والرواتب البعدية وأبدأ بورد من القرآن كذلك، يمكن تكون عندي الجرعة كبيرة في أول الشهر وفي أول السنة، وبحفظ سور وبحفظ أحاديث وبصدقات وبزيارات وبترتيب ووضع جدول، حتى من حطيت جدول مكتوب أو جدول وهمي، فأبدأ بنفسي. ثم يأتي الشهر صفر يكون عندي شيء من الإخفاقات وشيء من ترك بعض المحاسن وبعض الجمايل وبعض الأعمال الصالحة، ثم الشهر اللي بعده قد يعني يجي عندي شيء من الركون والركود والخنوع، ثم يأتي ربيع، ثم ربيع الثاني، ثم جماد الأول، ثم يأتي محرم أو يأتي شهر رجب. فإذا جاء شهر رجب شهر من أشهر الحرم، أبدأ أجدد نفسي وأقول اللي فاتني في شهر محرم في هذاك الشهر الفضيل وفي ذاك الشهر، أنا في شهر رجب الآن بستعد وبأبدأ أعطي وبدأ أقوم وأرتب أموري مرة أخرى، ثم يأتي شعبان فأكون استعدادا أكثر، ثم يأتي رمضان فيكون عندي حصيلة ورصيد يعطيك دفع قوي. يعني فهل عامك هذا مثل عامك الماضي؟ أنا أحكم نفسي، هل أنا رقيت وارتقيت بنفسي أو أنا نزلت وخبت خبأ إيماني أو خبأ أو قل إيماني أو ضعف إيماني أو ضعفت أعمالي أو قلت أعمالي الصالحة؟ هنا امتداد لكلامك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي طول حياتي، طول حياتك لله رب العالمين، فأنت تكون حياتي دائما لله رب العالمين. يعني حنا نستقي هذه المعلومات ونستقي هذه الأحاديث ونستقي هذه الكلمات، هو من دينك، من عقيدك، من 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 صلاحك، صلاحتك أنت لنفسك. إن صلحت تجدك كل يحبك، الملائكة تحبك، الله يحبك، الناس تحبك، كلها بسبب أعمالك الصالحة، أو الله سبحانه وتعالى حببك إلى الناس بأعمالك الصالحة. لكن لو أنت ما أخذت منحا ثاني إلى أن هذا تتكلم فيه وهذا ترميه وهذا تؤذيه، هل يحبونك؟ خل حيوانات، وهي حيوانات ما أظن أنها راح تحبك إذا أنت تؤذيها، وهي حيوانات، ما بالك بشر مشاعر يحس باللي تحس به، إذا قلت له حياك الله، صبحك الله بالخير، مساك الله بالرضا والعافية، تبسمك، إعطائك، مساعدك. والله لو كانت تمرة، والله لو كانت مسواك، أنها تغير مشاعر الآخرين. تهادوا وتحابوا يا أخوان. نعم.